بمناسبة يوم المرأة العالمي، نفذ مركز درب التابع لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فعالية في حمص تضمنت مجموعة من النشاطات بحضور عدد من الأمهات، والتي شملت معرضا لمجموعة من اللوحات الفنية وثقت من خلالها مسيرة نساء رائدات وملهمات سوريات في جميع المجالات. المرأة السورية بالذات تستحق الاحتفال اليومي، ولكن هو خلينا نقول ذكرى لنذكر بدور المرأة بالمجتمع، وخصوصا دور المرأة السورية اللي كان لها الحقيقة أثر كتير كبير بمجتمعنا خصوصا بفترة الأزمة. لذلك هذا المعرض اليوم رسمته لوحات هي رسم متطوعين من دائرة العلاقات المسكونية بحمص وباقي المحافظات، من كل المحافظات السورية المتطوعين اللي عندهم هواية الرسم حبوا يشاركونا ويرسموا لوحات بتعبر عن دور المرأة بمجتمعنا وبمجتمع هالمحافظة. دعونا مشكورين، وبعدين جابونا على معرض، المعرض بضم لوحات من كل مراكز سوريا. حلوة عجبتني اللوحات، لأنه كل صورة هي أمهات أعطينا زي البلد اللي هي فيه من كل المحافظة، وعاطية معنى البلد يعني تقريبا حلو. وتضمنت الفعالية عرضا مسرحيا تفاعليا لبعض السلوكيات في المجتمع، ولا سيما تجاه المرأة، وتم إشراك النساء المتفرجات في المسرحية لإيجاد الحلول للمواضيع المطروحة. كان عندنا قسم من فريق الدائرة وقسم من فريق المسرح التفاعلي، حبينا نعمل عرض صغير بيحكي عن المساواة بين الذكر والأنثى وعلى المشاكل اللي بيعانوا منها. الحقيقة المسرح التفاعلي هو بيتميز بميزة كتير مهمة، انه الحل بيطلع من الجمهور اللي عم يحضر. نحن بنستغل ميزة انه هن بيقدروا يغيروا الشغلات اللي شافوها بالمسرحية، وفعلا مثل ما شفتوا يعني كان في تفاعل كتير كبير منهم، وحابين كتير انهم يطرحوا حلول ليعدلوا هذا الشيء ويكون في هيك مساواة بين الذكر والأنثى بالبيت. وهذا المسرح التفاعلي عمل هاي الأخطاء قصدا مشان نحن نصححها، طبعا انه من خلال آراء الجمهور تتصحح بالعمل المسرحي اللي عملوه. وفي نهاية الفعالية تم إطلاع المشاركات على أجمل صورة في العالم، لتكون المفاجأة أنها مرآة تعكس صورتها في يوم عيدها، ثم تم توزيع هدايا تذكارية على السيدات ليكون يوما لا ينسى في حياة كل سيدة أو أم حضرت الفعالية. من صالة صبح شعيب في مركز مدينة حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.